وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل. هذا لا لبس فيه أنه موسى بن عمران النبي الذي هو أحد أولي العزم من الرسل وهو موسى بني إسرائيل. قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل، وهذا يدل على مشروعية سؤال المعلم عما يشكل، ومثل ذلك سؤاله عما له تعلق بالأمر أو ما يحتاج الناس إليه. فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، لأنه هو رسول ذلك الزمان، وهو الذي كتب الله له التوراة بيمينه وأعطاه الألواح، وأشهد عليها 70 رجلا من قومه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلم يكن يظن أن أحدا على وجه الأرض إذ ذاك أعلم منه، وبالأخص أن الله خصه بكلامه، فسمعته أذناه ووعاه قلبه بكلام الله جل جلاله، وكلم الله موسى تكليما. لكن الله عتب على موسى وعلمه هذا الأدب، والله يعلم أنبياءه ويربيهم ويؤدبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، وكذلك ما تعلمون في ما جاء في القرآن من تأديبه ونهيه عن أشياء، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، كل هذا تأديب من الله له، وكذلك تأديب الله لغيره من أنبيائه. فسيأتينا في الصحيح أن أيوب عليه السلام كان في مكان تجرد من ثوبه يغتسل، فأنزل الله عليه جندا من جراد من ذهب، فجعل يجمعه في ثوبه، فناداه ربه ألم أغنك عن هذا يا أيوب؟ قال بلى ولكن لا غنى بي عن بركاتك. هذا من بركات الله، قال بلى ولكن لا غنى بي عن بركاتك. وكذلك تأديب الله جل جلاله لآدم عليه السلام ولموسى عليه السلام وعدد من أنبيائه جاء تأديبهم في كتابه. فلذلك عتب الله على موسى يأدبه بهذا التأديب، فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر أعلم منك، هذا في الرواية الأخرى بلى عبدنا خضر أعلم منك، في تصريح باسم هذا الرجل الصالح وهو خضر.